بس انت هتعبد ربنا على مراد الله ولا على مرادك انت؟ يعني انت بتقول انا عبد عبد عبد، بس عبد بمزاجي، ما بقتش عبد. انت هتعبده ازاي؟ هعبده على مراده. طب ما هو مراده ايه؟ اعمار الارض عن طريق العلم. لا، خلي بالك، صلاتك وصيامك عبادة التقديس، لو لم تترجم إلى عبادة تعمير وتعلم مستمر من أجل تعمير الأرض، أنت مش عبد، أنت ما حققتش هدف العبودية، أنت ماشي بمزاجك وبتقول إنك عبد. لأ لأ، خشعت جميل، بكيت في رمضان رائع، تأثرت رائع، عشت معاني روحية رائعة، ممتاز، وبعدين؟ لأ وبعدين بس، عامل إيه في دراستك؟ فاشل. أنت كده عبد؟ عامل إيه في حياتك؟ قاعدين عايشين وخلاص. أنت كده عبد؟ أضفت إيه للأرض؟ ولا حاجة. مين اللي بيضيف؟ غير المسلمين بيضيفوا، بس إحنا ما بنضيفش. فين العبودية؟ أنت هتعبده على مراده ولا على مرادك؟ أنت بتستعبد، أنت بتعمل السهل، أنت عايز تريح ضميرك وخلاص، إن أنت أديك بصلي وخلاص. لو لم تترجم إلى عبودية يبقى بتعبده على مزاجك. إيه ده؟ يعني معنى ان انا عبد ايه؟ لازم تيجي الصفه والا ما تبقاش عبد. ايه هي الصفه دي؟ هي دي الصفه اللي انت المفروض تتولد فيك لو بقيت عبد، فاهم يعني ايه عبد. ايه هي الصفه؟ حب التعلم لاعمار الارض. والتعلم غير التعليم، التعليم مرحله وخلصنا وخدنا الشهاده، التعلم عمليه مستمره على طول. عايز اتعلم، عايز اتعلم كمان ليه؟ اصل انا عبد لله عشان اعمر له كونه. شوفوا الدايره دي، عبوديه لله، ذكر وصلاه، تؤدي انك تفهم مراده وتنفذه، فتلاقي قلبك بدا يحب حب التعلم اوتوماتيكلي من غير ما حد يجبرك تتعلم، لان انت عايز تعبده بالطريقه دي. فتؤدي النتيجه انك تبدا تبدع في حاجات مفيده للبشريه، فتصل الى الاحسان عن طريق العبوديه. يبقى الصلاه والعبوديه وصلوك لحب التعلم، وصلوك لابداع، وصلوك لاحسان، دايره اتقفلت. هو دي العبودية اللي ربنا عايزها؟ هي دي العبودية اللي ربنا عايزها. الحقيقة الناس بتجري في الدنيا على أرزاقها وعلى أكل عيش عيالها وحقها، بس بتنسى حقيقة بأنها مخلوقة عشان تعمر الأرض. وعلى فكرة، وتقدر تعمل الاثنين وتاخد نفس الثواب. ما أنت وأنت بتجري على رزق عيالك تقدر بالعكس هتحسن مستواك ومستوى عيالك، بس وأنت بتعملها بعبودية فمستواك يعلى أكتر وتاخد ثواب، بدل ما بتجري على رزق عيالك وناسي هدف وجودك إعمار الأرض وتصليح الأرض. وبركة فيها يا دكتور. وبركة فيها، لأن أنت كده كده هتشتغل، محمود هيشتغل، وفرح هتشتغل، ويمان هتشتغل، بس محمود وهو بيشتغل خد نية، لكن فلان ما خدش نية. ربنا هيبارك لده وياخد ثواب ويكتب له جنة، ودون هينجح برضه لأن ربنا معادلاته سبب، بس فاتوا حاجات كتيرة قوي كان يقدر يعملها في نفس الوقت. مجرد النية جوه، أنا بعملها عبودية لله، إعمار الأرض، حب التعلم، الصفة عايز أتعلم علشان أعمر له في أرضه. إيه الدليل في كده؟ أوه كتير قوي بقى، إني جاعل في الأرض خليفة. هو أصلاً أول كلمة لما خلق آدم، خلقت لي يا رب الهدف خليفة. خليفة يعني بيعمر الأرض. وعلم آدم الأسماء كلها، أول كلمة عملها مع آدم علمه اقرأ، أول كلمة في ديننا. واقرأ مش بس أول كلمة في ديننا، أول فرض، اقرأ ده فرض، ده أمر، فعل أمر، ده قبل فرض الصلاة والصوم قال له اقرأ. واقرأ مش كتاب، اقرأ الكون، اقرأ الأحداث. وبعدين ده النبي صلى الله عليه وسلم لما جوله أسرى بدر، لأنه عارف أن العبودية يجب أن تتحول، ما رضيش ياخد فلوسه وهم رابطين على بطنهم حجر من شدة الجوع، قال لهم لأ، بدل ما تدونا فلوس علموا المسلمين اللي مش عارفين يقروا ويكتبوا. إيه ده؟ في علاقة، بصوا، في حاجة رهيبة جدا بين العبودية وبين العلم. إيه الحاجة؟ الله لما خلق المخلوقات وخلق الكون، خلقه في صورة شبكة علاقات بين أجزاء الكون وبعضها، مش كل واحدة لوحدها. فلو تخيلنا، لو تخيلنا أن الكون مثلا المخلوقات مليون آيتمز، تخيلوا مليون حاجة ربنا خلقها، سمك ومش عارفوا إيه، وملائكة وجن وبشر، مليون آيتمز، وحديد ونحاس، كل آيتم له علاقة بال 999 ألف. فأيتم واحد له علاقة باثنين وثلاثة، وأيتم اثنين له علاقة بثلاثة، بس أيتم واحد له علاقة غير مباشرة في علاقة اثنين بثلاثة، واثنين بخمسة، وثلاثة بسبعة، واثنين في سبعة. إيه ده؟ أنتوا متخيلين إيه شبكة العلاقات دي؟ دي ماتريكس لا يعلمها إلا مالك الملك، صدق الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
انت مين يقدر يعرف الماتريكس الرهيبه دي؟ طب هو ربنا ليه خلقها كده؟ عشان تفتكر انك عبد، وعشان لما تعرف حته جديده في العلاقات دي، انما يخشى الله من عباده العلماء. ايه علاقه القمر بالمد والجزر؟ ايه علاقه الشمس بفيتامين دي اللي في جسمي؟ ايه علاقه هجره سمك السلمون بالخريج؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه علاقه الاحياء بالاموات؟ ايه علاقه؟ لا 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 اله الا الله. لا تملك الا انك تقول انا عبد، خلاص عرفت حجمي. طب هو ربنا ليه عمل الشبكه الرهيبه دي؟ عشان ما يسيبش للملحدين فرصه ان يقول صدفه، لان اي رقم على ما لا نهايه يساوي صفر. دي ما لا نهايه من العلاقات. قول بقى اي صدفه، كام الصدفه؟ واحد في كام؟ على ما لا نهايه تساوي كام؟ الصدفه بقت صفر. يبقى انت متكبر على العبوديه. انت لا، ما تقوليش اصل العلم ده انا بثبت لك بالعلم. مين يقدر يعمل الشبكه الرهيبه دي؟ طب انت بتقول لنا ليه؟ عايز مننا ايه يا رب؟ اكتشفوا العلاقات، اكتشفوا العلاقات بين القرآن وبين الكون. اصل القرآن مراية للكون. ايه 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 ده ايه ده ده, 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 ده. عرفتوا يعني ايه وعلم آدم الأسماء كلها؟ احد التفاسير الرائعة، علموا شبكة العلاقات. اول ما خلق الله القلم، شوفوا العلم، فقال اكتب علمي في خلقي الى يوم القيامة.